راها بايره ميته باطل، ما كانش اللي يديها حتى باطل وما بغاوش يدوها. في الغرب الجزائري الغنم راها باطل، في السوق راها باطل ما بغاوش يدوها. ها هوينا 3 ملايين عطاونا فيه الحولين تاع 6 ملايين. هكذا يرسم الموالون واقع اسواق الماشيه عشيه عيد الاضحى المبارك. خساره للبائع تدخل السرور للمشتري، فالاسعار باتت اقل من المستوى المطلوب، بل انخفضت بشكل غير مسبوق في اسواق الغرب الجزائري عموما والجنوب الغربي وتلمسان خصوصا، اين يلتقي الموالون من ولايات عام البيض سيدي بلعباس وسعيده. حولي تاع 5 ملايين دوك راه يروح تشوف راه يدير 44 38 34، ما السوم راه ميته، الاسعار راه ميته، ما عندها ما زادت، رانا في ما ظنيتش تزيد، ما راه مشى وتولي. ما راه يا السيمانه اللي فاتت كانت تدير 38 اليوم دارت 36، هي الحوليه اللي كانت تدير 28 29 دوك راه دير 19 18، بزاف السوم راه ميته. اللي كان يدير 6 ملايين يدير 4 ناش من الان راه غالي. اغلى من الحولي اللي كان ينباع ب 3 ملايين راه يسوى 2 ملايين، 2 ملايين و500. الحوليه اللي كانت تنباع ب 25 راه تنباع ب 16 17. الحولي تاع 6 ملايين راه يدير 6 ملايين. والحولي كيف؟ تاع 6 ملايين راه يدير 3. واذا كانت اسعار الماشيه هذا العام في متناول جميع الجزائريين، فان الموالين ينظرون الى الامر نظره مغايره، حيث يعتبرونها خطرا على تربيه المواشي، معتبرين ان ارتفاع اسعار الاعلاف وراء الظاهره. فرينا دير 220 والعلف يدير 300000 تاع المال، النخاله اللي يقلعوها من الفرينا ياك هكذا يديروا 300000، وهذاك يدير 200 والفرينا كاع بروحها دير 220 210 غالي. هذا المواله باش يوكلوا. ومن المفارقات أن الانخفاض الحاد في أسعار الأضاحي والماشية بصفة عامة لم يلمسه المواطن لدى الجزارين الذين يحافظون على الأسعار الخيالية رغم الانهيار الحاد في أسعار المواشي.